الوطنية السابقة، النجم السابق لأسود الأطلس، حارس المرمى الأسطوري بدو زكي. مرحبا بك زكي. شكرا الأخ جلال، ومرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام. يحضر معنا كذلك الزميلين بدر الدين الإدريسي وخالد ياسين، مرحبا بكما. مرحبا جلال، مرحبا بكل المشاهدين المشاهدات الكريمات، مرحبا بالصديق. أعتقد على أنه بات واحدا من أفراد عائلة دريم تيم، وقد قاد دريم تيم يعني سنة 86، وهو اليوم يعزز دريم تيم ديال ام بي سي 5، فمرحبا به. وللأمانة كل ما احتاجه البرنامج إلا ويجده متأهبا ليكون بيننا في هذا الاستوديو، فشكرا جزيلا له. هو صديق وكذلك بالنسبة لنا منافس. لا ليس بالمنافس، بس سي خالد وسي بدر الدين، بس عندنا واحد حاجة نشتركها كاملين هي حراسة المرمى. ما كاين المستويات، ولكن بعد عندنا ديك الحقد. يسر. أنا كنجبد كنجبد خالد ياسين. مرحبا خالد. أولا دعني أسلم عليك وأقول لك مساء الخير، ورحب ببدو الزكي. سعداء دائما بلقياه، لأنه إضافة كروية من خلال هذا المشوار الطويل. وكنت قبل أن نبدأ هذه الحلقة تنصحه بأن يسجل ويدون مذكراته. صحيح. واقترحت عليه عاشقه الآخر وهو بدر الدين الإدريسي الذي أسلم عليه هذه الليلة. صحيح. طبعا أتمنى أن نعطي الإضافة في هذا البرنامج، ودائما في المساء في نهاية هذه الحلقة كالمعتاد سيكون لبدو الزكي بالطبع الحوار مطول، لان الليله ليله مشتعله. ليله مشتعله، وهاد رجعوا النقطه اللي تكلمنا عليها في الكواليس قبيل يعني انطلاق هاد الحلقه، لان كان بدو كيحكي لنا بعد يعني القصص وبعد الطرائف ديال المسيره ديالو، حرام يعني ان ما تدونش. وهذه راه هذه مسؤوليه 50% لبدو الزكي و50% بدر الدين الادريسي، لانه طال عظيم. وكنقول لك امام الملأ، لان يعني ما يمكنش شي واحد اخر يكتب كتاب مع بدو الزكي من غيرك انت، لان عايشتيه ومريتي معاه في جميع المراحل لما كان في مدينه سلا حتى التألق العالمي. صحيح، ما في ذلك ادنى شك. ومسيره ما شاء الله مسيره، وحتى يعني لما انتهى من مشواره كلاعب مره كمشوارك بمشوار كمدرب. لا سيدي، بين المعقول دابا هل تتعهد أمام الملايين لو وافق بدو الزكي؟ لو طلب منك. لو طلب منك. لأن خالد متفق معي ولا لا؟ أنا متفق مع هذا الجانب، ولكن بالنظر إلى أن وسائل التواصل تغيرت أيضا وتطورت أيضا، شوف. ممكن أن يكون ضمن مجموعة حلقات. أنا شوف، أنا أتعهد بحاجة، أنا أتعهد بدر الدين يعمل كتاب، وانا ندير الى قبل بدو الزكي دوكيومونتير، واتشرف بذلك على مسيره بدو الزكي من خلال الكتاب. كيف تستولى على فكره؟ هذه سرقه موصوفه. استولى على الفكره. خليل سرقه موصوفه ومباشره. لا امام لا باعترافك. الان انا لا احتاج الى ان اذهب الى مكان اقاضيك، لان الناس الذين يشاهدوننا صحيح يعرفون انك تجرأت واستوليت على فكرة. خليوا الكلمة.